إيه دخلنا الجزائر فرحانين جزنا الدوزيام تور لا بريمير فوا في حياتنا جوزو دوزيام تور سي فري احنا الجينيراسيون تاعنا دينا تروا دينا سان كوب دافريك دو سويت بصح جامي جزنا الدوزيام تور تاع لا جينيراسيون هذيك تاع بوعناني نجال بوعني قادو مكا عواشرية سعيدي هادوما جازو دوزيام تور صح. تقدر تقول كانوا احسن منا نحكي مستوى عالمي واقع إيه؟ بيان سور بيان سور يجي الجزائر واسبو اللاعبين ومن بعد كانوا يستناو تحفيزات شويه مكافآت يجيبوا لهم بوست كاسيت جوار يجي ياخذ بوست كاسيت اي دوكا لا ومن بعد بداو مشاكل هذه في 95 ماشي في 85 لا لا ومن بعد ترشحنا من بعد ترشحنا الاولمبياد على بالك تاخذ فريق كيما هكذاك ويديروا يديروا له الاشياء هذه بعد انت تروح للاولمبياد المشكل اللي يكون في الفريق يهضروا يقولوا لك انت راك دوموندي لنا دي ساكريفيش نخدموا وكذا صح على بالك تبدا يبداو وبداونا مشاكل صح ومن بعد زاد الفريق تما طاح مفروض فريق يوصل المستوى هذاك تعطي له امكانيات لاعبين تزيد تشجعهم تطير سيرتو التاطير شيخ التاطير اللي يخلي على الجينيراسيون تاعنا هذيك الجينيراسيون تاعنا تقدر تقول بعد راحت براتيك مرات اللاعبين ولاو يحبوا يروحوا يلعبوا في الخارج ومن حقهم على كل حال يقول لك انا نحس الوضعيه تاعي الاجتماعيه